الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، وهنتكلم فيها عن نادي الاهلي ونرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة. لكن خلال الفيديو ده فيديو استثنائي. ليه؟ لان في مفاجآت بالجملة عن النادي المنافس وفضايح بالجملة تهز او تهز الكرة المصرية. هنتكلم في الفيديو عن كل حاجة، لكن ما تنساش اللايك يوصل الفيديو لأكبر عدد من مشاهدينا، ونخش على طول على أول فقرة معانا. أعتقد لما يخرج واحد من الجمهور أو ناس من الجماهير أو الناس العادية المشجعين يقول أي خبر صح غلط مش هيتاخد عليه، عادي مشجع. فلما يطلع مشجع يقول في 11 مليار سمعوا حلقة شيكابالا مع عمرو أديب، عادي مشجع ما عندهوش يعني باتنين تلاتة جنيه مصداقية او موضوعية ان هو يبحث عن الحقيقة، عادي يقول لو عايزه. لكن لما يطلع رئيس المنظومة الاعلامية لنادي الزمالك ويشير بوست مفبرك ملعوب فيه بالفوتوشوب ويقول لك على صفحته الرسمية على تويتر الى كل الرعاة في الداخل والخارج، كل ما تردد عن ان جمهور الزمالك في السابق هي اساطير الاولين، جماهير ونجوم الزمالك هم الاقوى مشاهدة وتوزيعا رغم المقاطعة، شيكا يحقق ارقام قياسية، استقيموا يرحمكم الله واعطوا الزمالك حقه في الرعاية. ومشير بوست مفبرك ومزيف ان شبكة ام بي سي مصر منزلة تويتا ان حلقة شيكابالا شاهدها 880 مليون نسمة، مليون شخص. عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، معلومة للسيد عمرو الدرديري اللي ممكن ما يكونش خدها في الجغرافيا ولا عنده متابعة لعدد سكان الوطن العربي. عدد سكان الوطن العربي الان سيد عمرو الدرديري 436 مليون نسمة. يعني انت بتتكلم عن ان ضعف عدد سكان الوطن العربي شافوا حلقة شيكابالا. يعني اعتقد 70% من الشعب المصري ما شافش حلقة شيكابالا ولا سمع عنها اساسا. الناس في الوطن العربي مش كلهم زملكاوية، والدليل ان انت لما بتروح تلعب ماتش الاستاد بيبقى التوتال بتاعه 20,000، انت بتبقى مطالب انك تملى 10,000، ما بتعرفش تملى 10,000 كرسي. فلما تيجي النهاردة تقول لي 880 مليون ويا شركات الرعاة او الرعاية خلي بالكم الزمالك واستقيموا يرحمكم الله، استقيم انت يرحمك الله وتأكد من البوست المزيف اللي انت عامل له مشاركة. فنجادة اسمه بيتردد بقوة لتدريب منتخب مصر. فنجادة اللي بقاله 13 سنة عمال يلف على أندية درجة تالتة وأندية يعني عمال يحقق نتائج كارثية رايحين نرشحه لتدريب منتخب مصر. أنا هقول لك آخر 10 سنين، آخر 10 سنين شيكابالا الأخ فنجادة عمل إيه في المستوى التدريبي بتاعه. سنة 2011-2012، وبالمناسبة هو ما بيعمرش سنة، يعني ما بيكملش سنة في أي عهد. داليان شايد الصيني في 2011-2012 فضل معاهم سنة، احتل النادي المركز 14 من جدول دوري في 16 فريق في الدوري الصيني ونزل للدرجة الثانية. في 2012-2014 فضل بدون عمل 15 شهر قاعد على القهوة. بعد كده مسك منتخب ايران الاولمبي، ما كملش معهم 3 شهور، لعب ماتشين واتعادل ماتش وخسر ماتش ومش تم اقالته، قالوا له انت ادمك محني مش عايزينك. في 2015 او 2016 شهر 1 لخمسة 2016 اربع شهور بس تولى تدريب ماريتيمو البرتغالي 4 شهور وتم اقالته بسبب سوء النتائج. لعب 19 مباراة خسر 11 منهم. في 2016 برضو من 7-2016 ل5-2017 درب نادي اسمه نورث ايست يونايتد الهندي. دي افضل نتائج حققها معاه مع النادي ده. يعني لعب مع النادي ده 14 مباراة
كسب 5 تعادل 3 خسر 6. بعد كده مسك منتخب ماليزيا من شهر 5/2017 لشهر 12/2017 تم إقالته لسوء النتائج، 5 ماتشات 4 خسائر وتعادل وحيد. بعد كده فضل بدون عمل من 2017 ل2019 سنتين كاملين قاعد على القهوة. بعد كده اتولى كيلار بلاسترز الهندي من 1/2019 ل3/2019 شهرين ما استحملوهوش وراحوا أقلوه. بعد كده مسك أو فضل على القهوة من سنة 2019 لحد ما تولى منتخب مصر، الاتحاد المصري لكرة القدم الإدارة الفنية. فضل سنتين وشهر قاعد على القهوة، مساء الفل. مشينا مدرب فشل، هنجيب واحد أفشل. طلع من بعد حلقة عمرو أديب مع شيكابالا، طلع بعد المهووسين المدلسين قال لك ايه؟ قال لك شيكا ابن المدرج الجنوبي وابن الدرجة الثالثة يمين والراجل الانسان، تبرع بنص الحلقة والفلوس اللي خدها في حلقة عمرو أديب اللي هم 500,000، ربنا يزيده ويبارك، تبرع بالنص بتاعهم بتاع الحلقة 250,000 جنيه لأسرة علاء علي لاعب الزمالك رحمة الله عليه. النهاردة مروة سلطان السيدة الفاضلة زوجة رحمة الله عليه علاء علي قالت إن كل ما يتردد حول تبرع شيكابالا بمبلغ 250,000 جنيه لم يحدث من الأساس ولم يصرح بذلك من الأساس، لكن أنت عايش مع مجموعة من البشر، مجموعة مدلسة، مجموعة بتحب دايما انها تعمل بروباجندا من مما لا شيء. لا شيكابالا تبرع ولا شيكابالا قال انا تبرعت، لكن بتجد مجموعة من المزيفين المدلسين اللي عايزين يبينوا الشخص في هيئة الملاك البريء، واخد بالك، بأي شكل من الأشكال. بالنسبة لي الأخ عمرو الدرديري، عمرو الدرديري النهاردة تخيل عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، لمجرد ان فاز ببطولة الدوري ايا كانت العوامل بقى حكام فار عار اهو كسب الدوري، اسمه كسب الدوري. فخرج علينا عمرو الدرديري النهاردة يقول لك ايه؟ انا ليا حق اتغر، انا ليا حق اتغر. بتتغر ليه يا استاذ عمرو؟ قال لك لان انا بطل الدوري ولد، انا بطل الدوري. تتغر عشان انت بطل الدوري، عشان بتكسب بطولة كل 7-8 سنين تتغر؟ امال احنا كجمهور للنادي الاهلي نعمل ايه؟ نروح نقعد في المريخ؟ عشان كده بقول لك محمد مجدي قفشة ده لازم يتعمل له تمثال ويتحط في الاتحاد الدولي لكرة القدم. لازم كل البشر على كوكب الارض ومجرد درب التبانة والمجرات المجاورة، لازم محمد مجدي قفشة ده يتكرم من كل سكان الكرة الارضية. تخيل منظومة ورئيس المنظومة الاعلامية يطلع يقول لك انا اتغر عشان انا كسبت دوري، كسبان دوري بين كل 7 سنين بكسب دوري. النادي اللي بيكسب بقى كل 6 سنين بياخد الدوري 6 سنين وبيقع منه دوري كده ايا كانت بقى الدواعي، واخد بالك، وبيكسب افريقيا وبيصعد بيلعب النهائي كل 5 سنين بيلعب 4 نهائي وبياخد منهم 2 ولسه طالع تالت عالم للاندية، ومع هذا لا تغرينا ولا تنططنا ولا عملنا زيطة، ده احنا زعلانين وحزنانين على حتة الدوري وقع مننا. واخد 5 بطولات لو المنافس بتاعي خدهم في سنة هيقلب الدنيا، اقسم بالله هيقلبوا الدنيا، ومش بعيد يقولك يلا كل الاهلوية يلا على كوكب المريخ اطلعوا، كوكب الارض بقى بتاعنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكوميديا الهزلية دي؟ يلا معلش اتغر يا درديري. رضا عبد العال يعني منتهى الكوميديا، انا من وجهة نظري يعني كنت اتمنى ان رضا عبد العال يتولى منتخب مصر، لكن رضا عبد العال بدل ما يطلع مثلا يقول لك انا الاحق
ان انا اتولى تدريب منتخب مصر وانا الاولى وانا راجل ليا تاريخ، دربت نابارو ودربت انديه في الدرجه الثالثه ودربت بنها وهبطت طنطا من الدوري وهبطت طنطا من الدرجه الثانيه للدرجه الثالثه وانا الاحق، طلع يقول لك تاكيز جونياس هو الاحق. تاكيز جونياس؟ تاكيز جونياس مين يا عم؟ ده تاكيز جونياس ده فرق الدوري عامله عليه فته بلبن. تاكيز جونياس، تاكيز جونياس ده الناس بتعمل عليه بليله بالمكسرات. تاكيز جونياس ده فرق الدوري كلها خدته رايح جاي. تاكيز جونياس هي خلاص سحبت معاك؟ قال لك اه تاكيز جونياس. يعني كنت اتمنى ان هو يقول ان انا اولى، لكن تاكيز جونياس دي بعيده قوي. طيب، على مسؤوليه احمد حسام نيدو نجم نادي الزمالك السابق، قال لك الزمالك نجا من اكبر محاوله احتيال في تاريخ نادي الزمالك. قال ايه ميدو؟ قال لك الزمالك تعرض لمحاوله احتيال من نادي جلطة سراي التركي اللي قاموا بالحصول على البطاقة الدولية للاعب قبل ساعة من غلق باب القيد الصيفي في أوروبا لتسهيل مهمة انتقال مهاجمه المصري إلى نادي بوردو الفرنسي دون أن يخطر نادي الزمالك بتفعيل شراء عقد اللاعب نهائيا برسالة رسمية وفق ما ينص عليه العقد بينهما. قال ميدو لا أعلم الطريقة التي حصل عليها مسؤولي جلطة سراي على البطاقة الدائمة للنادي دون علم نادي الزمالك أو اتحاد الكرة، ولكن من اكتشف الواقع هو الاتحاد التركي لكرة القدم الذي أوقف على الفور إرسال بطاقة مصطفى محمد إلى نظيره الفرنسي لإتمام عملية انتقاله. لولا انتباه الاتحاد التركي لهذه الواقعة لكان من الممكن أن يضيع على الزمالك 4 مليون دولار. 4 مليون دولار. طيب، كابتن لبيب او لبيب من غير كابتن بقى لانه ما بيتقمصش غير من النادي الاهلي، لبيب وكل لبيب بالاشاره يفهمه، لما الاهلي طلع بيان وما قالش فيه الكابتن حسين لبيب، قال حسين لبيب على طول من غير كابتن، زعل وجاب ناس زعلت والغندور طلع مقموس وزعلان عشان ما تقالش كابتن. عدى 3-4 ايام على بيان بيراميدز اللي كتبه المهندس ممدوح عيد وحسن وحسين لبيب على طول من غير كابتن. هو كابتن حسين لبيب او حسين لبيب من غير كابتن ما بيعرفش يطلع بيانات غير للنادي الاهلي بس؟ هل انت تخصص بيانات نادي اهلي بس ولا ايه؟ هو بيراميدز لما يقول لك يا حسين يا لبيب من غير كابتن ما تزعلش ما تقمصش، بتاعت الاهلي هي اللي بتقف في الزور. طيب، النهاردة المهندس محمد الطويلة كان له تصريحات مهمة جدا 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 فضح فيها مدمر الكرة المصرية. قال ان السيد هاني ابو ريدة، ودي تصريحات على مسؤولية محمد الطويلة ولهاني ابو ريدة حق الرد، قال ان هاني ابو ريدة بيدمر الكرة في مصر عن تعمد وعن عمد وعن قصد، وانه لما جيب بلجنة الجنايني ثم الاخ احمد مجاهد قال ان الجنايني لما ما سمعش الكلام راح جاب احمد مجاهد وبينتقم من الاهلي لان الاهلي وقف ضد فساده. اتمنى من كل الجمعية العمومية انها تقف مع الاخ محمد الطويلة ضد هذا الشخص، ضد هذا الشخص، واتمنى ان هو لو معاه اي ادلة يتوجه بها لمعالي النائب العام. النهاردة بالمناسبة عشان اقول لك ان احنا بنتعامل مع منافس جمهور مدلس وجمهور مزيف ومزور للحقائق، كان طلع قبل كده بلية الدلدول قال لك شاب الحكم الجزائري مهدي عبيد عاكف حكم الاهلي والترجي في نهاية 2018 شاب نهائيا بسبب تلقي رشوة من النادي الاهلي. النهاردة يا مزيفين يا مدلسين يا بلية يا دلدول يا قزم الإعلام، النهاردة مهدي عبيد عاكف كان بيحكم مباراة في تصفيات كأس العالم، يعني بقرار من الفيفا حكم مباراة في كأس العالم، في تصفيات كأس العالم ما بين مين بقى؟ مش هقول لك منتخبين على قدهم، لا، كوت ديفوار والكاميرون، يا شوية مدلسين يا بتوع البليلة. طيب، بادئ زي بدء، بس كده عايز افكرك بحاجة بمناسبة حسام البدري. هو يا جماعة الدروع والكؤوس اللي اتسرقت
رجعت ولا ما رجعتش؟ فاكرين موضوع الدروع والكؤوس اللي اتسرقت من اتحاد الكورة؟ طبعا الموضوع اتطرمخ عليه ومحدش سأل فيه ولا مين الجاني، طب الكؤوس دي راحت فين، طب الدروع دي راحت فين، ولا حد سأل، وكله صاهين وكله طرمخ. تعال نروح لخالد الغندور، ركز معايا عشان فيه دلوقتي في مطالبات من عدد من الجماهير ان خالد الغندور لا يليق انه يكون موجود في قناة الزمالك، وفي مطالبات بإقالة وطرد خالد الغندور من القناة. خالد الغندور قال لك ايه؟ حسام البدري مش لاقي مساندة من جماهير النادي الاهلي. انا كجمهور للنادي الاهلي هساند حسام البدري ليه؟ نادي الاهلي جمهور زواق، نادي الاهلي لما بيجي يتكلم وجمهور النادي الاهلي بيجي يتكلم على مصلحة مصر ومصلحة منتخب مصر ننحي الانتماءات جانبا. انا مش زي نادي تاني بيقعد يخبط ويدلدل ويعمل على اي لاعب او مدرب ما يروحش المنتخب. جمهور الاهلي جمهور واعي، جمهور بيدرك ان مصلحة مصر اهم من كل شيء، عشان كده لا يفرق معاه بدري ولا غير بدري، اللي يفرق معاه منتخب مصر يا خالد يا غندور. خالد الغندور اللي طلع من اربع ايام قال لك اهم صفقات الزمالك خلال 48 ساعة. عدى 48 ساعة وعدى 72 ساعة وعدى 86 ساعة او 96 ساعة، محدش سمع حاجة ولا حد سمع اي حاجة. فخالد الغندور عشان يداري على الموضوع وما يطلعش نفسه مش عارف حاجة قال لك ايه؟ قال لك انا قلت سيتم الاعلان خلال 48 ساعة ولم يحدث، وده الاسباب. اولا الموعد المقترح هو اعلان الصفقات ساعة احتفالية الدوري بالنسبة للزمالك لما اللعيبة الدوليين ترجع، وقال ان الادارة رفض التسرع وهناك سيستم يتم العمل به داخل القلعة البيضاء يجب احترامه. طب لما في سيستم انت ما احترمتوش ليه من الاول؟ ها؟ ما احترمتوش ليه يا خالد يا غندور؟ اعتقد ان المطالبات اللي بتحصل دلوقتي في اقالة خالد الغندور او طرده من القناة في عدد كبير وبدأ يتزايد الاعداد بخصوص خالد الغندور احد اعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك، نزل تسريب صوتي في الكلاب هاوس بيتهم فيه ان العضويات كانت في عهد الرئيس المعزول كانت ماشية بالحب والمخالفات كلها جت على النادي في وقت هذا الشخص. اعتقد ان كل ده تمهيد لانتخاب حسين لبيب لنادي الزمالك. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.